في الحقيقة هاد الناس ديال هاد الجيران بعوية عرب بعض الجزائريين، ما فهمتش انا شنو مازال باغيين عندنا. استطاع نبيد العلاقات مقطوعة واعطيونا التقار بعدو منا. واحد السفيه طرح شي اسئلة على الشيخ الفيزازي، شي اسئلة زعما والله يندالها الجابين. حشمت انا ندير داك الفيديو كامل ودرت غير الحاجة اللي كتعلق بالصحراء. واحد ما فهمتش والله الا حشومه كاع مع هاد العواشر نسبوا ولا نعيروا، ولكن ها المشكل ديالهم ما بغاش يتحيد. هاد المغرب اللي معقدهم حتى لهاد الدرجه هادي ما فهمتش. وصافي عطيونا التقار بعدو منا، تقطع كلشي العلاقات وعطيونا شويه اتساع. صلات علينا، نساو هاد المغرب اللي كاين في الخريطه معاكم، نساوه. المهم السي فيزازي راه الله يكثر خيره وعطاه علاش كيدور. السلام عليكم، سمعوا الفيديو ديك الساعات. سيدي اخوك سفيان جزائري مقيم ببلجيكا. يا مرحبا بالجزائر واهل الجزائر، بارك الله فيك. عندي سؤالين اليك اثنين باش ما نطولش عليك. السؤال الاول، انت كرجل دين وتعلم بان كلمه الحق هي امانه في عنق كل انسان، ما هو موقفك في الاحتلال المغربي إلى الصحراء الغربية وسجن المرأة سلطانة خيا 500 يوم في الإقامة الجبرية في بيتها واغتصابها هي وأمها ليلا نهارا من طرف الاحتلال المغربي؟ السؤال الثاني، ما هو موقفك كرجل حق وأنت تدري بهذا أن كلمة حق عند سلطان جائر هي أفضل الجهاد؟ ما هو موقفك في ملك المغرب الذي يطبع مع إسرائيل؟ هذا السؤالين تجيبني عليهم من فضلك، وهذه مسؤولية وأمانة في رقبتك أمام الله وأشهدك عليها أمام الله. الجواب عن السؤال الأول، أولا أنا لست رجل دين. رجل الدين هذه في الفكر الكنسي عند النصارى وعند اليهود وعند غيرهم. أنا لست رجل دين. المسلمون ليس فيهم رجال دين، فيهم فقهاء دين وعلماء دين، لكن رجال دين هذه فكرة صليبية يهودية لا علاقة لها بالإسلام. اثنين، وأسحبها، شكرا. أسحبها. اثنين، الصحراء مغربية أبا عن جد منذ قرون، بل الجزائر الجزء الأكبر الغربي من الجزائر مغربي أبا عن جد، وموريتانيا والسنغال أرض مغربية أبا عن جد. وأنا عندما كنت طفلا تلميذا كانت خريطة المغرب يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، جنوبا نهر السنغال. حتى موريتانيا لم يعترف بها المغرب إلا سنة أظن 61 أو 62 شيء من هذا القبيل. فمحكمة لاهاي الدولية حكمت بأن رؤساء قبائل الصحراء سمارة والدخلة والعيون وإلى آخره وبوجدور وما إلى ذلك كانت لهم بيعة شرعية مع ملوك المغرب، والبيعة في مفهوم الشرعي أكثر من كلمة سيادة. فلماذا القضية موجودة في الأمم المتحدة إن كانت مغربية؟ أنت سألتني، بارك الله فيك، وأنا أجيب. طيب. أنت حملتني المسؤولية أمام الله، إذا استمع إلى الجواب بارك الله فيك. فالصحراء مغربية أبا عن جد، والشعب الصحراوي الآن موجود في العيون، وأنا زرتها أكثر من مرة في العيون وفي الدخلة، وقبل شهور كنت في القرقرات، فأنا أعرف الصحراء وزرت أهلها، والشعب الصحراوي يعيش في أمن وأمان في الأقاليم الصحراوية المغربية، وهي أقاليم متقدمة جدا ومتطورة جدا، وفيها جميع المؤسسات والملاعب والمدارس والمحاكم والإعلام، وفيها كل ما يمكن أن يوجد في الدار البيضاء وفي الرباط وفي طنجة وفي مراكش وغيرها. لكن الموجودون في تندوف هؤلاء الحكام الجزائر هم الذين احتجزوهم، ولو أنهم رفعوا عنهم الحصار لفروا في لحظة إلى المغرب. فهم هؤلاء ليسوا أغبياء، هؤلاء صحراويون في تندوف ليسوا أغبياء، فهم ينظرون بأم أعينهم إلى إخوانهم الصحراويين كيف يعيشون في المغرب.
وهم لماذا لحظة نعم وهم يقضون نعم سنواتهم في العجاج وفي الرمال وفي كذا وإلى آخره. فلماذا المغرب يرفض تقرير المصير؟ لماذا المغرب يرفض تقرير المصير؟ تفضل اسمع يا أخي، المغرب هو الذي طالب بتقرير المصير. لماذا